نرتقي خطوة بخطوة والأمل فينا يزيد، كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. صرنا بالأعلام شمع، جينا بالشكل الفريد، هذا بيت المجد يسبق، كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي برنامج بيت المجد. اليوم نبحر بكم كطيور مهاجرة تشتاق إلى دفء أوطان، كأسراب أسماك داعبها حلم الشطآن، كحلم طفل أن يصير يوما قبطان. نلتقي بكم اليوم وشوقنا أكبر لكم بكثير من كل ما سبق. اليوم تأشيرة المرور العشرون لبرنامجكم بيت المجد، حيث دفء الألفة والمحبة، ولأن بيت المجد لا يعرف حواجز أو حدود كحدود الدول السياسية أو الطبيعية فقط. جهز جواز سفرك، فلا تحتاج إلى ختم مرور أو موافقة سفارة، استرحل معنا من خلال شاشتنا خلال ساعة كاملة، تعرف على جديد بيتك بيت المجد. والله كلام كبير ما شاء الله. شفت كيف يا شمس؟ الله يسعدك. صراحة سعيد انضمامك معايا. وأولى فقراتنا نبدأ بعناوين الأخبار. الأجمل، تصويت خاص على 4 برامج لقناة البلابل. جديد المجد، هل سترى فرقة المجد الإنشادية النور قريبا؟ هذا عنوان من عناوين حلقة اليوم. قريبا قريبا أخبار حصرية وجديدة عن الشبكة، شبكتكم شبكة المجد، فقط لمتابعي بيت المجد، والختم العشرون في جواز برنامجنا. مشترك جديد، ونحتفل معا بالمشتركين الجدد ومجددي الاشتراكات، وأيضا سحب عن المشتركين في تصويت فقرة الأجمل. تواصل، استفسارات واقتراحات بخط الجمهور، يجيب عنها أصحاب القرار. من الإرشيف وشاشة بيت المجد تستضيف اليوم برنامج الشاشة لك وثلاث نسخ إبداع يفوق الوصف. إذا مشاهدينا الكرام تعرفنا على عناوين حلقة اليوم الحلقة 20، سنتابع بعد هذا الفاصل. تخطينا عقدا من الزمن، وشبكة المجد تحمل راية الإعلام الهادف في وجه مد الإعلام المشوه للقيم والعلاقات الإنسانية بصمود وجدارة، مستعينة بالله عز وجل، ثم بكوادر ذات خبرة وكفاءة أكاديمية متميزة، لتقديم رسالة بمضمون واحد وهدف واحد ومدار واحد ولغة واحدة. رسالتنا قنوات آمنة للأسرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في بيت المجد، وما أجمل أن يكون الحديث عن قناة المجد. عبد الوهاب، أنا سعيد أني معك والله. صراحة أنا كذلك سعيد جدا بجيتك معي الحلقة هذه، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة يا شيخ ناصر بإذن الله. لكن أنت لابس أبيض وأنا أسود، تذكر التلفزيون قديم قبل الألوان؟ هو التشكيلة هذه كان أسود. حسيت التشكيلة حلوة، المشاهدين حينبسطوا. الله يسعدك، والله إني أفرح بك كثيرا. الله يسعد شيخ ناصر. الله يسعدك. نروح للأجمل. يلا. فقرة الأجمل هي فقرة تحدث فيها أنت عزيزي المشاهد باختيارك أجمل البرامج، ففي كل حلقة تطرح 4 برامج للتصويب والتصويت، وبسهمك تختار أنت أجمل البرامج
من وجهة نظرك أنت. نعم من وجهة نظرك أنت. والأسبوع الماضي يا شيخ ناصر سي طبعا كنا معا أو كان معنا أربع برامج عفوا طبعا كلها برامج بلون ونكهة شبابية لأن مضمونها ومحتواها حماسي ومثير ما بين القفز من أماكن شاهقة والتزلج على الجريد والمغامرات الرياضية والمطاردات الرهيبة للخارجين عن القانون. طبعا الأربع برامج من القناة الوثائقية وكان المطلوب التصويت عليها وهي كوارث رياضية وكاميرات الشرطة والبرنامج الثالث هو السقوط الحر والرابع متزلجو الروكي والأربع الآن نشاهدها على الشاشة. واحدة من الأربع برامج السابقة كان له أو لها نسبة تصويت أكبر. نحن مثلكم متشوقين أن نعرف البرنامج الفائز. نروح نعرف مع ونشوف هذه اللقطات ونرجع لكم من جديد بإذن الله. لحظات حرجة ومطاردات خطيرة، حوادث ومخالفات، إدانة وتحريات، جرائم ودوريات، متابعة بالطوافات ورصد بالكاميرات. كاميرات الشرطة. أيضا مشاهدينا الكرام نبارك لجمهور برنامج كاميرات الشرطة حيث فاز بنسبة تصويت 44%، ما شاء الله تبارك الله قارب النصف، بينما جاء برنامج كوارث رياضية بالمركز الثاني بفارق 15% ورصيد بلغ 29%. وسقط في المقعد الثالث التصويت برنامج السقوط الحر لأنه سقط هو سقوط برصيد تصويتي بلغ على طبعا بلغ 19%، وتذير التصويت برنامج متزلجو الروكي برصيد تصويتي بلغ 8%. ومتذكر كل مشاهدينا أن التصويت على برامج اليوم يتيح لك فرصة في الفوز باشتراك عام كامل مع جهاز الريسيفر فقط إذا أرسلت لنا اختيارك وأجمل برنامج تفضله على مواقع التواصل التي ستظهر على الشاشة. والحلقة القادمة بإذن الله سيكون السحب وممكن تكون أنت الفائز معنا سواء كنت مشتركا بالمجد أو غير مشترك، فالجائزة لكل الجمهور الذي يتابعنا الآن على قناة المجد العامة. يا سلام شيخ ناصر، واليوم احنا ضيوف على ايش؟ هذه لعبتك. ايوه اليوم احنا ضيوف على قناة، طبعا هذه القناة احنا ضيوف عليها، ايش فيها مواصفات؟ هذه الضيوف اذا سمعوها الصغار تركوا اللي بيدهم وصفقوا بسعادة ويقلدون اناشيدها ويرددونها طبعا 100 مرة وزيادة، ولو خلصوا مذاكراتهم لازم قبل ما يناموا يسمعوها وصارت عادة. يا سلام، لأنهم طبعا بيتعلموا منها القيمة والحكمة وحب العبادة. وفي جلسات البنات الصغار يقلدوا نجومها بإجادة. قناة كل أطفال المسلمين على أوريم ونادية وجعفر وفهد وسي عبد الله وحمادة. من وين جبت سي عبد الله؟ حلوة. وإحنا اليوم مع قناة البلابل، قناة تغريد، قناة السكر الزيادة. يا سلام عليك يا شيخ ناصر، اليوم طبعا معنا 4 كليبات تحتاج تصويتكم، ومنها طبعا ما يبث لأول مرة وحصريا فقط لبيت الميت. أكيد طبعا هذا الأسبوع بإذن الله حيكون أسبوع ساخن بالتصويت. الكليب الذي يحمل رقم 1 في التصويت هو كليب رن رن، الطفلة لوجين مشل السهلي يرن هاتف قلبها وهي تخاطب أمها، طبعا مثل كل البنات الحلوات اللي يحبون طبعا أمهاتهم يسمعون كلامهم. طبعا رسائل جميلة نهديها مع الكليب لكل أم تعبانة وسهرانة على راحة أبنائها. طبعا الكليب من كلمات أحمد عبد الحميد وإخراج ميشيل السهلي. نروح نسمع رن رن ونرجع مرة ثانية. أمي يا أجمل الحاني يا نهرا من كيف حناني، أمي
الثاني بسمة أمي أجمل فن. رن رن رنيرن هذا الهاتف رنيرن. رن رن رنيرن هذا الهاتف رنيرن. يا ربي فلتكن الماما تم إلى قوك الماما حن. يا ربي فلتكن الماما تم إلى قوك الماما حن. رن رن رنيرن عودي يا أمي من السفر فبدونك لا أملك نظري. عودي يا أمي من السفر فبدونك لا أملك نظري. أمي يا شمس ويا قمر يا أجمل من أجمل لحن. أمي يا شمس ويا قمر يا أجمل من أجمل لحن. رن رن رنيرن هذا الهاتف رنيرن. يا ربي فلتكن الماما تم إلى قوك الماما عبد الوهاب. تعرف أن الفواكه تزيد مناعة الطفل ضد الفيروسات والبكتيريا، فتناول الأطفال للفواكه من الدعائم الأساسة أو الأساسية والنمو السليم للطفل. شيخ ناصر ليس الأطفال فقط طبعا، يعني طبعا أعرف أن الكيوي والليمون والبرتقال يساعدوا في علاج البرد والرشح الشديد لأن كلها مضاد حيوي. والله فعلا تحب الكيوي والبرتقال؟ لا والله شوف، أحب البرتقال شربا والتفاح رائحة. أيوه. وش باقي؟ أشوفك تحب الحبحب كمان. البطيخ. يعني إذا كان البرتقال عصير. أيوه. والتفاح في الرائحة، لكن الموز أكلا. الله الله. إذا عندنا رائحة وأكل. يعني معناته الفواكه مو بس للصغار. أكيد. للكبار. لأن فوائدها عظيمة. إحنا مفرطين فيها والله. نعم. حبيبي بما أنك قلت المعلومة هذه الجميلة، طفلة سندس بوزير، هذه أظنها أخت نواف بوزير، تشجع تحية له والله حبيبي، تشجع البنات والأولاد على تناول الفاكهة من خلال كليب مليء بالحيوية والسعرات الحرارية في كلمات لصلاح الدين البنا وإخراج محمد علي وكليب الفواكه. نروح همهم ونرجع بسرعة ونذكركم أن كليب الفواكه يحمل رقم التصويت 2. حياكم الله مشاهدينا الكرام، كليب طبعا الاول والثاني، والان الكليب الذي يحمل رقم 3 في التصويت الانترنت والتلفزيون. كلمتين صاروا صداع في راس كل اسره الحين. ذيك طبعا اسر كثيره بتعتبر وجود الواي فاي بالبيت اهم من اشياء كثيره، وانتقلت للصغار هذه العدوى وزاحم الانترنت والتلفزيون وقت المذاكره واثر عليها بالسلب احيانا. لكن في شطار كثيرين نظموا وقت للجد ووقت للعب. تعالوا نشوف الطفلة سمية المحجري واعتراف خطير، يا ريت كل الصغار يستفيدوا منه. طبعا كليب من كلمات ليان صالح ومن إخراج عزيزة الأسمري. نتابع. La 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 la
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا الكليب اللي كان قبل على النت وكذا صار يعني من اداب الضيافه الحين انه يقول لك اعطيني الرقم السري للنت الله يسعدك. هذا لازم لو بد منه وكذلك كمان يعني قبل القهوه وغير كذا انت ما استفدت من الفيديو كليب. ليش؟ في الفاصل ما شاء الله عضو دخلت في الانترنت وكذا المفروض انه يعني تستفيد من الكليب. هذه قصه ولا مدحه ولا يصير ما ياثر عليك سلبا. اذا نروح للكليب يحمل رقم 4 في منافسات التصويت ما دامنا في الكلام هذا الحلو. هو كليب يعرض لاول مره وهو عسى الفرح يسعد الحال يدخل معنا التصويت وينافس بقوه على صدارته من الان. ونحن ايضا ندعو مع الموهوب ابراهيم حمامه ان يزيد الله سعاده قلوب أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من إخراج محمد عليان. نروح مع إبراهيم ونشوف كيف الفرحة أيام العيد ونرجع لكم بإذن الله. منكم تقابل ومنا رب السماء كل العمل والعيد عود علينا عسى الفرح يسعد الحال. بكم تقبل ومنا رب السماء كل العمل والعيد عود علينا عسى الفرح يسعد الحال عسى الفرح عسى الفرح يسعد الحال. الكل يبارك ويهنى وسعد ننشد همومات علينا تجلى ما حد ثقيلة الأحمال. عسى الفرح يسعد الحال عسى الفرح يسعد الحال. كن تقبل ومنا رب السماء كل العمل والعيد عود علينا عسى الفرح يسعد الحال عسى الفرح عسى الفرح يسعد الحال. عساكم انتم وحنا عواد في كل العياد يا سنة الله فينا في كل قايم حيا حيا. اهم شيء يا شيخ ناصر انت متحمس مع الفيديو كليبات. اعزائي المشاهدين لا تنسوا التصويت على البرامج من خلال رقم الهاتف ومواقع التواصل وصفحة وهاشتاج البرنامج اللي بتظهر امامكم في الشاشة الان. والشيخ ناصر قال لي بيصوت لواحد من الفيديو كليبات الموجوده على الشاشه الان. انا ما ادري شو هو الفيديو كليب. شو يا شيخ ناصر؟ والله صراحه انا اتمنى النشيد يعود كما مضى فاني اذوب لذلك الماضي حنينه ساعتها اصوت. اما هذه والله اشوف اعطيتني واحده قصفه. احنا راح نرجع لك الله يسعدك. لكن مشاهدينا الكرام راح نترككم مع هذا الفاصل ونعود اليكم باذن الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقرة جديد المجد. وهذا الترحيب طبعا بالمهندس ناصر الفريجي مدير البرامج النوعية بالشبك نعم وهو رياض الفريجي. لكن انت من حبك لي صرت تقول ناصر ورياض كلهم انا والله صراحة صار كذا وانا اقول الاسم صار عندي طن كذا. لا لحظة في حاجة خطأ صارت. الله يسعدك رياض الفريجي. طبعا اعلن في البرنامج عن فكرة تدور في طبعا في المجد انشاء فرقة إنشادية تحمل لون وملامح قيم المجد. لكن كان طبعا حلم أو طيف؟ هل فعلا تم طبعا الانتهاء من هذه الفكرة ومتى ستخرج للنور؟ سنتعرف أكثر مع ضيفنا في الاتصال معنا الأستاذ المهندس رياض الفريجي. رياض الفريجي أستاذ رياض مساء الخير. مساء الخيرات يا هلا والله سهل عبد الوهاب. البش مهندس خارج السعودية صح ولا لا؟ إيه نعم صحيح ما شاء الله تبارك الله. طبعا مهمة عمل ولا ما ندخل في الأشياء الخاصة؟
لا ما هم تعمل الله يحفظك. أسأل الله أن يحفظكم ووفقكم إن شاء الله. أنا سعيد جدا بتواصلي معكم ومع الأخوة في يعني متابعين الشبكة. الله يسعدك. أستاذ المهندس رياض السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وغلا. وين الكنافة الطيبة؟ موجود كله موجود. هلا شيخ ناصر. هلا بالعسل والله أنك منور. والله أم محمد تسوي كنافة. خلي نفضى على الهواء وش خسرنا. إيه السلامة. كيف حالك؟ الله يسعدك شيخ رياض. هلا الإخوان كلهم طيبين. الله يبارك فيك. الله يسعدك. أنا لو داري إنك تبي تعرف التقدير ترى يمكن ما كنت بارك يعني أتواصل معك ما ترد علي بس خلي الفضايح بعدين. لا شيخ رياض بعد البرنامج ترى في اتصال خاص كذا في موضوع الكنافة. أنا والشيخ ناصر في الموضوع ده. إحنا السؤال المهم والمتابعين الآن يتابعون برنامج بيت المجد وهون يتعرفون على هذه الفرقة الإشادية. هل سترى النور؟ هل تم الانتهاء من هذه الفكرة؟ أبشرك الحمد لله يعني إحنا خطينا خطوات جيدة في موضوع الفرقة. طبعا الفرقة أعلن عنها في نهاية برنامج العنادل بمشاركة 7 من النجوم اللي شاركوا في برامج الشبكة. وإن شاء الله يعني من ناحية الإعداد والترتيب إحنا انتهينا من وضع يعني النقاط الرئيسية ورؤوس الأقلام الكبيرة من ناحية الفكرة والرؤية والرسالة والأهداف. إن شاء الله ترى إنه خلنا نقول خلال الأشهر القريبة القادمة بإذن الله. بإذن الله. المهندس رياض أنت عراب النشيد ويعني خصوصا الهادف منه ويعني في الفترة الأخيرة يعني ظهرت أشياء يعني ما تمت لهذا النشيد الذي كنا نعرفه بقيمه القديمة بأسسه بضوابطه. فهل هذه الفرقة ستؤسس على الضوابط والأسس التي عهدناها وعرفناها؟ يعني الفكرة الأساسية لقيام الفرقة هي فرقة إنشادية خاصة بشبكة المجد تنثر العبير ويعني في الآفاق من خلال الوسائل المتاحة. احنا وضعنا رؤية واضحة حتى نؤكد ما قلته أستاذ ناصر. نبغى يعني الرؤية الأساسية الكبيرة عندنا تكون الفرقة الإنشادية الأولى عربية من حيث تنوع المؤدين والمؤدى ووسيلة الأداء. جميل. أما رسالتنا الكبرى في هذا الموضوع فهي إيصال قيم ومبادئ الإسلام الصحيحة على نحو محافظ بصوت شجي ولحن بديع وكلمة راقية. يعني أتوقع معادلة صعبة لكن إن شاء الله الله يكتب التوفيق والسداد. بس مهندس ويصلنا الإخوان المتابعين من دعواتهم. أكيد وإحنا كذلك ندعي لكم. بس مهندس طبعا الفرقة أكيد طبعا ضم تنوع فيها يعني مثلا منشدين صغار فيها أكثر من مواهب متعددة فيها أجيال منوعة على هذه الفرقة. ممتاز. حاليا صراحة الفرقة مكونة زي ما قلنا من 7 من النجوم كلهم يعتبرون من النجوم الكبار لكن في خطة إن شاء الله مستقبلية لكنه ليست قريبة يعني على الأقل اللي ضم مجموعة من الفتيان والفتيات حتى تكون الفرقة متنوعة من جميع المراحل السنية لكن في المرحلة الأولى فقط لمجموعة من النجوم الكبار. نعم. وهل مهندس رياض الفرقة ستكون خاصة فقط بالنشيد أم لها أنشطة ومناشط أخرى؟ كل ما له علاقة بالنشيد من ناحية مشاركات فردية مشاركات يعني كمجموعة من ناحية مهرجانات خاصة من ناحية مشاركة في مهرجانات قائمة أساسيا من ناحية ألبومات من ناحية كليبات كلها إن شاء الله موضوعة في الخطة بإذن الله. يعني المؤمل كبير صراحة والساحة بحاجة إلى ملئها بمثل هذه الأشياء الراقية حتى نحاول أن نعيد يعني من تفرى أو ما خبى من وهج النشيد الجميل إلى سابق عهد. هذا هو الهدف الأساسي للفرقة. مهندس رياض الفريز طبعا في سؤال أخير أنا بسأله صراحة أبغى تصرح على بعض الأسماء الموجودة في الفرقة ممكن ولا أصرحنا البيت المجد يعني من نصرح اللي يعني إحنا عندنا مجموعة من أستاذ رياض لا تذكر اسمي الله يسعدك انت معنا يا بس واحد شنو حقين كذا يعني دكتور البيت خالص ما يسمعني الله يحفظك لا لا ما أقدر على الحاجة يعني هم الأخوة محمد الخطيب أيوة. وقدام الملكي وعبد الله العبودي وفارس السيد وهيثم الملحاني ومعن برغوث ومحمد صاحب هذه الأسماء طبعا أسماء طبعا المجموعة الأولية يعني ممكن في إضافة أسماء خلينا صح ولا لا عبد الوهاب بإذن الله لكن احنا يعني حتى لو دققت النظر في أسماء الفرقة واضح أنهم من أنواع متعددة ومن أطياف يعني مش يعني متعددة حتى نحاول أن نرمي جميع الأطراف يعني بقيمنا الرصينة لأننا عندنا مجموعة من الأهداف يعني من أهدافنا صناعة فرقة إنشادية متكاملة تخدم أهداف الشبكة وتغذي مادتها الإعلامية أيضا هدف مهم إعادة صياغة مفهوم الفرق الإنشادية
وأهدافها من خلال تطبيق عملي مشاهد وليس فقط يعني جانب تنظير. مهندس رياض هذه السنة. نعم أنا أدافع عن سكان المجرة. أنا ذكرت أسماء لكن أين بعض أسماء سكان المجرة من قائمة هذه الفرقة التي نأمل وبإذن الله والعشم فيكم أن تعود بنا إلى ذلك الماضي الجميل الهادف فعلا ليس فقط كلمة نريدها أن ترجع إلى تلك المعاني والكلمات الراقية بدون توسع الذي صار يعني فتح مثل قلوا سم إبرة فأدخلوا عليه جملا. ممتاز. هو حبيبنا أنا زي ما قلت هذه الفرقة أطلقت بداية بعد برنامج العنادة في نهاية فلما أطلقت بداية وحددت أسماء ما كان برنامج المجرة بدأ يقين سيكون معنا يعني بعض أعضاء الإخوان في المجرة ولا سيما أن هناك أصوات فعلا يعني شجية كانت يعني مشاهدة الجمهور وبناءهم عليها منبثقة من المجرة. بإذن الله أنا أعدكم أن يكون فيه إضافة لبعض الشباب اللي كانوا في المجال بمشيئة الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الإعانة. المهندس رياض الفريجي مدير البرامج النوعية بالشبكة شكرا جزيلا لك وعودا حميدا بمشيئة الله تعالى. يعطيكم العافية. شكرا لكم. الله يعطيكم العافية. يعطيك العافية. شكرا شكرا. مع السلامة. إذا مشاهدينا الكرام كنا في جديد المجد وتعرفنا على الفرقة الإنشادية وسترى النور قريبا بمشيئة الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم وأنتم مع برنامج بيت المجد في الحلقة 20. نواصل بعد هذا الفاصل. ارتقي خطوة خطوة والأمل فينا يزيد كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد نطمح ونسعى وننجز لين حققنا. عدنا كما وعدنا تخفيضات 50% على كل منتجاتنا. الماجد للعود يفي بالوعود. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه. أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك. فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 لمشتركي STC 88444 موبايل 60777 زين 70300. الجواب الكافي معك في جوالك. والأمل فينا يزيد كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد نطمح ونسعى ونسعى. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام. أما الآن مع فقرة قريبا برنامج بناء وحلقة جديدة ومفهوم في غاية الأهمية يطرح من خلال حلقة يوم الاثنين القادم بحول الله في 10:30 مساء على قناة المجد العامة. الحلقة بعنوان العدل الفكري مع الإعلامي المفكر الدكتور وليد لهوريني وفي ضيافته الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي وحلقة ساخنة لا تفوتكم. طبعا هذا برنامج يكون برنامج بناء ونشاهد الآن لقطاته على طبعا على الشاشة شاشة برنامج بيت المجد في حلقتها 20. والبرنامج يعني صار يوم الاثنين 10:30 يعني في موجة التيارات الفكرية وال يعني محتاج الناس إلى مثل هذه المواضيع ومناقشتها بعدل والموضوع سيكون عن العدل الفكري بمشيئة الله تعالى. طبعا شيخ ناصر طبعا تعرف المثل المصري اللي يقول اللي يبص لفوق يتعب. هذا اللي يطلب القناعة من الأشخاص المتذمرين على الواقع. طيب ها طبعا حنا والسادة المشاهدين ما حنبص لفوق لا حنبص لقدام وللمستقبل من خلال طبعا فيلم يعرض لأول مرة على شاشة الوثائقية يوم الثلاثاء في 8:00 مساء بعنوان مستقبل العالم. وهذه اللقطات اللي نشوفها طبعا واللي يبص لقدام يشوف أكثر صح ولا لا؟ أي والله حقوق هذا المثل لبيت المجد. يا سلام هذا اللي يبص لقدام يشوف أكثر. نعم هذا مثل ودائما الإنسان يحيي هذا الجانب التفاؤل حتى في مجالساته يعني جلساتك تكون مع المتفائلين والإيجابيين. والآن عندنا شل الثالث كمان هذه تعرف أنه كذلك في حيوانات كثيرة تساعد في كشف كثير من القضايا وتفك شفرة الغموض. تعرف الشفرات ذي كثير من الأحداث
طبعا تقصد انها بتعمل لدى طبعا تشتغل عند الشرطه ايش كرموز وكذا. هذا فيلم يعرض لاول مره فيلم ايش الكلاب البوليسيه يوم الثلاثاء في الخامسه مساء، وفرصه للتعرف على انواعها وكيف طبعا تتدخل وتقلب موازين كثير من القضايا هذه الكلاب البوليسيه. وهذا الفيلم حيكون على القناه الوثائقيه ضمن شبكه قنوات المجد الفضائيه، القنوات طبعا قنوات الشبكه مميزة طبعا في عديد قنواتها 13 قناة تقريبا. نعم شبكة المجد، أنا أصلا إذا قلت المجد أذوب ما أعرف أتكلم. الله أكبر، لله يدرك يا شيخ ناصر، والله يدرك يا شيخ عبد الوهاب. كل يوم اثنين أنتم على موعد مع برنامج مساء الاثنين، وفي الحقيقة طبعا يكون مساء طعمه مختلف عن باقي الأيام، لأن برنامج مساء الاثنين بيطل عليكم في هذا اليوم بيكون له طعمه له مختلف كل مرة حلقة. طبعا حلقة هذا الأسبوع بعنوان مآلات التغريب مع الإعلامي الأستاذ عبدالله الباز، وضيف حلقته طبعا الدكتور وليد رشودي على القناة العامة في 9:30 مساء. وهذه اللقطات التي نتابعها لهذا البرنامج. هذا الأستاذ عبدالله الباز منور ما شاء الله. وكيف الدراما معك عبد الوهاب؟ والله صراحة ما شاء الله أنا يكفيني لما أشوف هاشتاج معين في مسلسل مثلا زي البندقدار الجميع يتابعه. وش اسمه؟ انا عجزت انطقه. البندقدار. اي حلو. واذا جات سيره ابو رامي والمحميد تيجي سيره الابداع، الابداع والجمال في تقديم هذه، والبندق ايش؟ والبندقدار. المسلسل يبث على قناه ماسا وهي احدى قنوات شبكه المجد المجيده، مسلسل منتج بضوابط المجد مع خلطه جميله من الاثاره والكوميديا. طب وبعدين ايش حنشوف يعني؟ حنشوف حاجه اكيد يعني. ايش السؤال هذا؟ ايش مغزاه؟ شوف هذه انا كنت راح اقول لك بمناسبه الدراما وثقافه المرآه هو موضوع حلقه الاسبوع القادم من برنامج دوائر في يومه الخاص بالفتيات، ونقاش ساخن مع الدكتور سلمان العوده وهو ضيف الاعلامي حبيبنا سهيل المطيري على القناه العامه بين المغرب والعشاء. هذا في البرنامج المميز برنامج دوائر. نعم دوائر، خلطة جميلة. أربع دوائر هي ما شاء الله تبارك الله. في دائرة تقدمها شيخ ناصر ولا؟ لا والله راحت كنت في تركيا. الله يسهل. لا حتقدم دائرة بإذن الله. الله نضيف دائرة خامسة تصير خمس دوائر. خلاص ممتاز. وتصير أنت بدائرة السادة. أنت أنا ما خلاص كفيني برنامج مثل المجد. هو طبعا المرأة وثقافة الدراما، البرنامج اللي سيكون في ضيافة الإعلامي الأستاذ سهيل المطيري. هذا البرنامج احنا الان مستمرون في فقره قريبا ولا انتهينا من فقره قريبا؟ خلينا نروح فاصل. انتهينا من فقره قريبا. يلا كل أسبوع على صفحة برنامج بيت المجد تستطيع أن تحدد بصوتك أجمل البرامج، فأسرة البرنامج ستحدد لكل مرة أربع برامج تصوت أنت لبرنامجك المفضل. مثلا نخترق عبق التاريخ من خلال برامج وثائقية، أو نخوض في أسرار الطبيعة مع البرامج الطبيعية، أو نعيش في الواقع والخيال مع المسلسلات الدرامية. تصويتك للبرنامج يعطي حافزا غير عاديا لفريق العمل به. في انتظار تصويتك، صوتك جد في بيت المجد. اهلا بكم. فقره هذه فقره السحب. اولا عبد الوهاب تدري السحب الجديد، انا عندي تقريبا 7 اشتراكات للمجد يعني بين اهلي واخواتي وكذا، اللي عنده المجد هنيئا له. هو فقره مشترك جديد الان، اشتراك جديد ياخذه هذا حتى لو كان عنده اشتراك. طبعا هو ياخذ الاشتراك اما يستفيد منه او يهديه، الامر عليه. نعم هي هذه الفقره احنا نقوم فيها بالسحب باذن الله على هديه خاصه باخر المشتركين خلال الاسبوع، يعني الاسبوع اللي راح اوحد المشتركين الذين جددوا اشتراكهم في نفس الاسبوع، وتقدم له هذه الهديه على انه يهديها لشخص قريب من قلبه او له علاقه طيبه به، يعني الامر خيار. نعم واحنا كمان كذلك نجد السحب الان، ومن ثم نحاول الوصول للفائز. السحب الالكتروني على الشاشه تشاهدونه مشاهدينا الكرام، ونبدا هذا السحب.
تخيل يجيني الاشتراك الثامن. اتوقع ممكن يجيك اشتراك انت ما دام عندك 7 اشتراكات ما شاء الله عليك. لو جاني الثامن لما نهديه انا جالس افكر الحين. والله كلهم يستاهلوا. انا حاخذه منك واعطيه. احمد محمد انا ما شايف الاسم. الخشيبان؟ نعم الاستاذ احمد محمد الخشيبان هو الفائز باشتراك جديد من اشتراكات المجد. والف الف الف مبروك لاحمد. الان نحاول اتصال فيه يا شباب، نبغى نسمع صوت احمد ونبارك له بالفوز، ولكن بعد الفاصل سنواصل الفقره اللي بعدها وحنسمع صوت احمد محمد الفائز معنا في فقره مشترك جديد. نتابع هذا الفاصل. نرتقي خطوة خطوة والأمل فينا يزيد، كل يوم نعيش حلما نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. صرنا من الأعلام شمع، جينا بالشكل الفريد، هذا بيت المجد يسكن، كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. صرنا من الأعلام شمع، جينا بالشكل الفريد، هذا بيت المجد يسكن، عندنا الأجدر أكيد، كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما أجمل الدنيا وفيها أنتم. فقرة تواصل، فقرة الاستفسارات والاقتراحات نجيب عليها أعزائي المشاهدين بكل ترحاب وبكل حب، ونتمنى أن يسعى البرنامج كل ما في خواطركم وكل ما تتمنونه معنا. سبق يعني هذا أحد المشتركين كان يقول سبق أعلنتم عن شراكة مع مجموعة حداد الاتصالات وأنا أريد أن أشترك بالقناة، متى تنزل الاشتراكات بالحداد؟ رد الأستاذ أحمد عثمان مدير المبيعات بالشبكة بأن العمل على قدم وساق في هذا الموضوع، وبإذن الله خلال أيام سيمكنك الاشتراك أو تجديد الاشتراك عن طريق مجموعة حداد المنتشرة في أكثر من 100 فرع في ربوع مملكتنا الحبيبة. ما شاء الله تبارك الله، هذا خلال أيام بمشيئة الله. كذلك سؤال من الأخت عائشة المبرد، ما هي أوقات إعادة مسلسل البندقدار؟ البندقدار طبعا على قناة ماسا ضمن شبكة قنوات المجد، قناة الدراما والمنوعات، حلقة الاثنين الساعة 8:45 مساء، وتعاد نفس اليوم الساعة 3 الفجر، والثلاثاء الساعة 1:30 الظهر، والأربعاء الساعة 7:30 صباحا، وتعاد الجمعة الساعة 9 مساء نفس اليوم. الجمعة نفس اليوم طبعا كذلك يوم الجمعة الساعة 3 فجرا، والسبت الساعة 1:30 ظهرا، والأحد الساعة 7:30 صباحا. ما شاء الله. طبعا حلقة الأربعاء حتكون الساعة 8:45 مساء، تعاد نفس اليوم 3 فجرا، والخميس 1:30 ظهرا، والجمعة 7:30 صباحا، وتعاد السبت 9 مساء نفس اليوم كذلك السبت 3 فجرا، والأحد 1:30 ظهرا، والاثنين الساعة 7:30 صباحا. هذا مسلسل البندقدار. طبعا احنا قاعدين نعرض الأوقات كذا، أوقات البث يعني، أوقات البث، علما بأن أوقات البث تعرض دائما في قناة ماسا، وفي شريط دائما يظهر لها شريط لوقت الإعادات. غير كده احنا نذكر بأنه في موقع أو في تويتر قناة ماسا تذكر تغريدة بموعد البث وكذلك موعد الإعادات. كل اللي قلته أنا الساعات هذه طبعا بعضهم ما تابع معايا، أو ممكن في الإعادة يسمع الساعات مرة أخرى، أو في قناة في تويتر قناة ماسا تغريدة كاملة بمواعيد البث والإعادات. نعم خلينا نروح ناخذ سؤال من الجزائر من طاهر سي خالد، ترى سي هذه بمعنى السيد، فأنا ناصر والدي طاهر سي عبد الله. سي عبد الله هي لقب، الآن هذا لقب
سي خالد من الجزائر، غالبا ما تكون البرامج الخاصة بالقناة الطبيعية، يقول تتكلم عن دول بعينها غنية بالطبيعة، فهل هناك برامج تتحدث عن أجزاء من الوطن العربي؟ رد الأستاذ محمد زغلولة مدير برامج القناة الطبيعية بأن القناة الطبيعية تغطي كل مساحة الكرة الأرضية فوق الثلوج وعلى الرمال الساخنة وفي أحضان الطبيعة وفوق قمم الجبال تجد برامجها وهي لا تعرف حدودا بإذن الله. ونبشرك أنه حاليا يتم بث برنامج أعماق المتوسط، وهو برنامج يتكلم عن البحر المتوسط الذي تطل عليه دولة الجزائر الحبيبة. هذا رد الأستاذ محمد زغلولة. الجزائر الحبيبة كان في ما أدري واحد كان كاتب الشقيقة لأنه هو مصري الله يسعده، فلما قريتها أنا إيش أقول؟ مثل ما قلت مملكتنا الحبيبة. أنت تقول الحبيبة ولكن رده يقول الشقيقة. إيه نعم صحيح الحمد لله. إيه والله فأنت تقرأ الرد. شكرا الله يسعدك. سؤال من حصة الهذلول، كم عدد حلقات مسلسل كتكت والأصدقاء؟ أنا الأسئلة شكلها اللي عندي كلها الإعادات. الإجابة مباشرة من الأستاذ مروان خالد مدير تحب الكتاكي برامج بسمة بأن عدد حلقات المسلسل 68 حلقة ما شاء الله تبارك الله، وهي حلقات جميلة ومنوعة لها جمهور كبير في طبعا مثل عمرك، وهذا هو عدد الحلقات. نعم. عدد الحلقات. والعالم الإسلامي كله حبيب من ليبيا إلى الإمارات إلى الجزائر إلى السعودية إلى الأردن إلى مصر الحبيبة والعريق، كل دول العالم الإسلامي. وسبق يقول أحد مشاهدين أن أعلنتم عن شراكة، هذا كان الأول، هذا عرضناه. إذا قبل ما نأخذ خلاص نروح فاصل. إيه والله أحسن حل في مثل هذه الحالات فاصل ما نعود إليكم بإذن الله. الحياة أحداث ومتغيرات، في صفحات الحياة ألم وأمل وحديث وحدث، حدث يكشف لك الحاضر وحديث يحكي لك الماضي وآخر يغوص بك في أعماق الحياة. نرصد الحقائق، نقترب بك من الواقع، نحلق معك في دنيا التجارب والعلوم. قناة المجد الوثائقية، عين على الحياة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في برنامج بيت المجد الحلقة 20. واليوم طبعا الآن فقرتنا فقرة الأرشيف، وهذه الفقرة نعرضها بناء على اختيارك عزيزي المشاهد. وطبعا نقوم فيها باستدعاء برامج من الأرشيف بناء على اختيارك، بشرط أن يكون أيضا وقع اختياره طبعا مع بعض المشاهدين لتحصل على بطاقة عرضه هذا الأسبوع. طبعا هذا الأسبوع الأرقام ما حتكون سرية، طبعا السرية الأرقام السرية لخزينة المجد صعبة المنال على جمهورها الغالي، لكن تم استدعاء برنامج الشاشة لك بكل أجزاء من خزينة القناة لتقديمها اليوم، وسنعرض اليوم. إيش هو البرنامج اللي نحن نعرضه؟ البرنامج أنه انطلق يعني في ثلاث نسخ، أولها في عام إيش كان 2009، بينما كانت النسخة الثانية في عام 2010 وظهرت نسخته الأخيرة في عام 2012. فكرة البرنامج هي امتلاك المشاركين الشاشة لدقائق وعرض أفلام قصيرة من إبداعهم، وأيضا ينافسون على جوائز قيمة تجاوزت ربع مليون ريال كجوائز نقدية في نسخته الأخيرة، بالإضافة إلى جوائز عينية بلغت 100,000 ريال. نروح مع الإعلامي علي العزازي حبيبنا والمخرج وليد الطيب ونشوف لقطات من الشاشة لك ونرجع لكم بإذن الله. أما المشاركة التي نعنيها والتي سأتشرف الآن بتسليم جائزة برنامج الشاشة لك و100,000 ريال لصاحبها، والتي حصلت على رضا واستحسان أغلبية من شاهدها وصوت لها، فهي مشاركة حماية العفاف. الحضور. 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 الحضور.
ننتظر أصواتكم وهي أصوات هامة وتحدث فرقا كبيرا، وننتظر أصوات الجمهور الحاضر الكريم هنا، 30 صوتا مهما للغاية. استعدوا بأجهزتكم واستعدوا بأصواتكم، على وشك أن نأخذها الآن. 30 ثانية، 30 صوتا، تفضلوا. الفيلم الفائز بالجائزة الذهبية، أكبر جائزة عربية للأفلام القصيرة، وهي 100,000 ريال نقدا، والفيلم الحائز على أكبر قدر من نقاطكم 100 هو إما شراك وإما دقيقة من عمري، وأنا أعرف أن النتيجة لن يتوقعها البعض، لأن الفيلم الفائز بجائزة الشاشة لك الذهبية هذا الموسم هو فيلم شراك. مشاهدينا الكرام، تابعنا هذه اللقطات لهذا البرنامج، برنامج الشاشة لك. وطبعا ذكرت في البداية أنه سقطت مني كلمة لم تكن، أنا قلت خزينة أرقام السرية لخزينة المجد صعبة المنال على جمهورها، هي لم تكن، اللي أنا بقوله المفروض تكون لم تكن صعبة المنال على جمهورها الغالي، لذلك أخذنا من خزينة هذه القناة برنامج الشاشة لك. والآن يا أستاذ ناصر، خلينا نروح للأجمل. أيوة. الآن عندنا سحب، نشوف من راح يفوز معنا بإذن الله. سحب فقرة الأجمل والاتصال، طبعا حاولنا الاتصال أكثر من مرة بالفائز في فقرة مشترك جديد لكن ما رد علينا، والآن نروح لفقرة الأجمل. بما أنه الشيخ ناصر يعني ما شاء الله تبارك الله أول حلقة يشارك معاي في بيت المجد، حلقة 29 حلقة مو معانا، ولعلها ربما الأخيرة. أنا الحين قريت الأخيرة. ليش الأخيرة؟ في أحد يعني ناس يقولوا أنه كنا حنغرب لكن ناصر مسبب لنا رهبة.
طب اقلب خذ لنا سبب الرهبات. خذنا الورقه من تحت. يلا 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 ها. يلا يا سلام. ها يلا كيف نسوي الحين هذه ما تسقط؟ خذنا واحده. خذنا واحده يلا عادي. زي اللي سقطت لم تكن. سقطت لم تكن. يلا ناخذ من تحت. بسم الله. ايوه الفائز طبعا السحب على اشتراك جديد، اشتراك ورسيفر لمدة عام كامل لقنوات شبكة المجد الفضائية، والفائز حيقوله شيخ ناصر. يلا تفضل. الفائز هو أخونا الحبيب سعد أحمد المالكي. سعد أحمد المالكي هو الفائز واللي صوت معنا في فقرة الأجمل وفائز معنا باشتراك لمدة عام كامل. ألف ألف مبروك لسعد المالكي. مبارك لسعد وكذلك لأحمد محمد في فقرة مشترك جديد. كل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والشكر والتقدير كذلك للي رافقني في هذه الحلقة شيخ ناصر سي. يعطيك العافية. الله يسعدك ويرفع قدرك حبيبي عبد الوهاب، وأنا كذلك سعدت معك وسعدت بمشاهدي المجد الكرام. الشكر لكم أنتم كذلك مشاهدينا الكرام ولكل طاقم العمل لهذا البرنامج. موعدنا الأسبوع القادم نفس الموعد نفس التوقيت بمشيئة الله تعالى. طبتم وطابت أمسياتكم ولياليكم. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرتقي خطوة خطوة والأمل فينا يزيد، كل يوم نعيش حلما نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. صرنا بالأعلام شمع، جينا بالشكل الفريد، هذا بيت المجد يسكن، كل يوم نعيش حلما نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. صرنا بالأعلام شمع، جينا بالشكل الفريد، هذا بيت المجد يسكن.